السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. فيديو اليوم ان شاء الله غنديروا الدرس الجديد ديالنا، هو كالكول ليتيغال بالعربيه، هو الحساب الحرفي. هذا الدرس فايتين شفتوه العام الفايت، شفناه ديفلوبمون فاكتوريزاسيون، شفناه عاوتاني لي زيكواسيون. بصفة عامة شنو هو الكالكول ليتيغال اولا الحساب الحرفي؟ اسم على مسمى كتدخل عندنا واحد الكلمة ديال الحرف. دونك عندنا دي زيكسبريسيون اللي كيكونوا فيهم الحروف، بحال مثلا 5x + 2، سي اون اكسبريسيون ليتيغال. علاش سميناه اكسبريسيون ليتيغال؟ لانه فيه واحد الحرف اللي هو اكس. داكوغ، مثلا عندنا x-5 = 4، عندنا x-5 = 4، سي اون اكسبريسيون ليتيغال. واخا تبان لكم سي اون ايكواسيون بلوتو، هادي ايكواسيون ولكن كنسميوها حتى هي كالكول ليتيغال. ولكن علاش؟ لانه فيها واحد الحرف اللي هو اكس. صافي، نقدروا يكونوا عندنا جوج الحروف، ثلاثه الحروف، مثلا a = 4a + 5b اتقال مثلا 15، سي اون اكسبريسيون ليتيغال. داكوغ، بصفه عامه اكسبريسيون ليتيغال هو واحد الاكسبريسيون اللي كيكون فيه دي نومبر اللي كيكونوا على شكل حروف، دي لتر. داكوغ، يعني اكسبريسيون ليتيغال يعني واحد التعبير اللي هو حرفي، هو واحد التعبير اللي كيكونوا فيه دي نومبر كنعبروهم عن كنعبروهم على طريق الحروف، كيكتبونا على شكل حروف. مثلا هذا الحرف ا وهذا الحرف بي، هذا راه نومبر، هذا راه عنده القيمه ديالو بوحدو وهذا القيمه ديالو بوحدو. مثلا عندنا هذا لو نومبر ا، مثلا عندنا 4a - 3 هاد القيمة ديال هذا كتساوي لنا القيمة ديال هذا. داكوغ، داكشي علاش عبرنا عليها بنفس لا لتر. داكوغ، تري بيان. عندنا هاد ليكسبريسيون 5x² - x + 4، سي اون اكسبريسيون ليتيغال. بغينا نحسبو هاد ليكسبريسيون ليتيغال بوغ x = 2. في نظركم شنو غنديرو؟ بيان نحسبو هاد ليكسبريسيون من اجل اكس كتساوي لنا 2، فقط كنعوضو الحرف اللي عندنا اللي سميتو اكس كنعوضوه بالقيمه ديالو، لا فالور ديالو اللي هي 2. شنو عندنا؟ اون ا، كنكتبو اون ا او عفوا او ايتيغال ا كوا 5x² - x + 4 ايتيغال ا كوا، كنعوضو x pour 2، كتبوا ليه pour x égal à 2 on a 5 × x². هاد x كنعوضوها ب 2 اللي هي 2² - 2 + 4 ايتيغال ا كوا. دابا 5 مضروبه في 2 اس 2، 5 مضروبه في 2 اس 2 اللي هي 4 ناقص 2 + 4. كنكملوا ليكسبريسيون ديالنا، 5 × 4 اللي هي 20 ناقص 2 + 4 هي +2 ايتيغال ا كوا 22. دونك ليكسبريسيون او ايتيغال ا 22 بور اكس ايتيغال ا 2. دونك فقط عوضنا القيمه ديال اكس ديالنا في ليكسبريسيون اللي عطيتكم دابا. تري بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكسبريسيون ليتيغال. دابا نشوفوا هاد النقطه الثانيه، بعد ما شفنا ليكسبريسيون ليتيغال شنو هو، هاد النقطه الثانيه غنهضروا فيها على فاكتوريزي اي ريدوير ان اكسبريسيون. فاكتوريزاسيون اللي قريتوها العام الفايت اللي هو التعميل، داكوغ، اللي هو التعميل يعني كنعملوا بواحد العامل مشترك، يعني واحد العدد اللي معاود بزاف المرات كنعملوا به. ريدوير ان اكسبريسيون هو تبسيط، داكوغ، تبسيط ديال واحد التعبير، يعني التعبير كيكون كبير بزاف كنبقاو نحسبو فيه حتى ما يبقى فيه ما يتحسب، كيصغر يعني، كيكون هو طويل عندنا داك ليكسبريسيون كنبقاو نحسبو حتى يصغر، داكوغ، ما كيبقى حتى ما يبقى عندنا فيه ما يتحسب.
اول حاجه نشوفوا هاد الفاكتوريزاسيون تعميل بصفه عامه. التعميل كيكونوا عندنا دي ارقام اولا كيكونوا عندنا دي نومبر اولا دي لتر بلوتو اولا كيقدروا يكونوا مجموعين بجوج كيكونوا معاودين بزاف د المرات وحنا كنعملوا بهم. مثلا عندنا واحد ديكسبريسيون ا ايتيغال مثلا 3 × 5a - 3 × b. عندنا واحد العدد معاود عندنا في هاد ليكسبريسيون ا فينا هو هذاك لو نومبر اللي معاود بزاف د المرات. عندنا 3 عندنا 5 عندنا ا عندنا 3 عندنا بي. العدد اللي معاود بزاف د المرات هو لو نومبر 3 احنا غنعملو به. دونك كيفاش كنديرو؟ كنشوفو لو نومبر كومون العدد المشترك في هاد ليكسبريسيون هذا العدد اللي معاود بزاف د المرات داكوغ. ولكن ردوا البال ملي كيكون عندنا داك العدد ضروري خاص تكون حداه واحد الضرب بحال هكا باش نعملو به داكوغ تري بيان. ماشي تلقاو مثلا ا ناقص بي وتعملوا ليا انا ب ا ناقص بي وتشوفوا الا خاص ضروري يكون عندنا الضرب داكوغ تري بيان. 3 × 5a - 3 × b العدد اللي كيتعاود بزاف المرات هو لو نومبر 3. دونك كنديروا ليه هذا الشكل هذا كنكتبوا خطره واحده كنحلوا القوسين داكوغ. دونك لو نومبر 3 هنا لو نومبر 3 هنا كنخبيو هاد 3 وكنخبيو هاد 3 داكوغ. اش كيبقى عندنا؟ كيبقى عندنا 5a كتبقى عندنا 5a اي بي. شوفوا راه 3 ها هي سطرت عليها بالاحمر ما غنبقاش نكتبها لان معوده عندي ثلاث جوج د المرات كنكتبها خطره وحدها حنا عملنا بها داكوغ. الا رديتو البال بين هاد الجوداء وهاد الجوداء كاينه عمليه الطرح هنايا كاينه عمليه الطرح هي اللي كتفرق بين هاد الجدائين بجوج هي اللي غنحط الوسط ديال هنا هي اللي غنحط في الوسط ديال هاد القوسين. دونك مادام ان هي اللي كتفرق بين الجدائين كنحط هاد الاول كنحطو هنا وهاد الثاني كنحطو هنا داكوغ تري بيان. ها هي الاولى 5a - b. اللي عرف راسو دار خطا اش غيدير؟ غيدير النشر اللي عاقل على النشر اللي درنا العام اللي فات يدير النشر دابا لهاد ليكسبريسيون هذا داكوغ ويعرف باللي واش عنده صحيح ولا خطا. شنو هو النشر بين نشرحو بيان سور من بعد. كنديروا هاد 3 مضروبه في 5a كنديروا ناقص وكنديروا 3 في بي. هذا هو النشر اولا ديفلوبمون اولا ديستريبيتيفيتي داكوغ تري بيان. المهم دابا حنا دابا في الفاكتوريزاسيون احنا عملنا بلو فاكتور كومون هاد لو نومبر 3 كنسميوه لو فاكتور كومون هو عملنا به. ملي حطينا عملنا به كنغطيوه ياك وكتبقى لنا 5a وكتبقى عندنا بي. شوفي حطيناهم عندنا بين الجدائين ها الجداء الاول ولا الجداء الثاني بين الجدائين عندنا واحد عمليه الطرح هنايا هي اللي كنحطو بين القوسين وكنكتبوا الاول كنحطو هنا والثاني كنحطو هنا تري بيان. نعطيكم مثال واحد اخر. عندي في هاد ليكسبريسيون بي عندي 12a - 4 سي تي ليكسبريسيون ليترال والكيستيون هي فاكتوريزي سيت اكسبريسيون بلا ندير ليه الفاكتوريزاسيون وعيد ونكرر الفاكتوريزاسيون خاصنا نشوفو واحد العدد اللي معاود بزاف د المرات باش نعملو به. نشوفو واحد العدد اللي مشترك بين هنا وهنا. شنو قلنا الفاكتوريزاسيون؟ كنشوفو واحد العدد اللي معاود بزاف د المرات وكيكون حداه الضرب كتكون مفرقه بينات جوج ديال الجداء اولا ثلاثه ديال الجداءات كتكون مفرقاهم واش عمليه الجمح اولا الطرح تري بيان. هنا الا لاحظتوا عندنا هنايا الضرب وهنا ما عندنا حتى شي ضرب لانه عندنا هنا شنو عندنا مضروبه في واحد داكوغ واخا ما يبانش لكم الضرب راه مضروبه هنا في واحد حنا نحيدوا هاد واحد هنا هنا الا لاحظتوا واحد عندي 12 عندي ا عندي 4 واحد العدد اللي ما معاودش بزاف د المرات ولكن الا لاحظتوا هاد 4 يمكننا نخرجوها من هاد لو نومبر 12 اللي هي اش ها هي 4 عاودناها غنضربوها في ماذا مضروبه في 3 و 4 في 3 هي 12. شنو درنا حنا دابا حنا فرقنا هاد 12 باش نخرجوا منها 4 اللي هي 4 في 3 باش نستخرجوا لو فاكتور كومون العامل المشترك العدد اللي معاود بزاف المرات ها حنا خرجناه مضروبه في ا ها هي نحطوها ناقص 4 اللي عندنا في الاخر ها هي غنحطوها هنا
شتو احنا خرجنا لو فاكتور كومون اللي هو النومبر 4. ها هو النومبر 4، انا سطرت عليه بالاحمر. 4 سي لو فاكتور كومون ديال هاد ليكسبرسيون. هذا احنا غنعملو به، كنكتبو خطره وحده وكنديرو الضرب وكنحلو القوسين. وشنو عندنا؟ هل الجداء الاول وهل الجداء الثاني؟ شنو بيناتهم؟ عندنا ناقص، هذا راه جداء، راه هي 4 مضروبه في 1، ما بيتش المهم هاي حطيناها هنا. الجداء الاول اللي هنا والجداء الثاني، الاول فيه 4 والثاني 4، حنا غطيناها. اش بقى لينا في الجداء الاول؟ بقات لينا 3 ا، هاهي كنحطها هنا 3 ا. الجداء الثاني اللي هو هذا، حنا خبينا 4، عفوا خبينا 4 لانه هنا بيناتهم الضرب. الا خبينا 4 اللي سطرنا عليها بالاحمر اش كيبقى لنا؟ كيبقى لنا لو نومبر 1، حنا حطينا لو نومبر 1. دونك هذه هي الفاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون بي، 4 عامل 3 ا موان موان ز. تري بيان، دابا غنشوفو من بعد ما شفنا الفاكتوريزي اون اكسبرسيون، دابا غنشوفو ريدوير اون اكسبرسيون. ريدوير اون اكسبرسيون اللي هو التبسيط. شنو قلنا؟ التبسيط هو كنبقاو نحسبو في واحد ليكسبرسيون حتى يولي عندنا صغيور، حتى يولي عندنا ما بقى فيه ما يتحسب. مثلا عندي واحد ليكسبرسيون اللي هو نسميوه سي، كيساوي ليا مثلا 5x زائد 2 ناقص x زائد 7. قمنا نديرو مثلا ناقص، باش ما نبقاش نعاود، ديرو مثلا ناقص 7. هذا واحد الاكسبرسيون اللي بغيت ندير ليه سامبليفيكاسيون اولا غندير ليه لا ريدكسيون، يعني الريدوير ديال هاد الاكسبرسيون. كيسيون شنو هو ريدوير ليكسبرسيون سي؟ يعني كتبقى تحسب فيه حتى كيولي صغيور. شنو عندنا؟ عندنا 5x زائد 2 ناقص x ناقص 7. غتقولوا ليا 2 و 7 هي، ولكن ديك 5 و x و x كي غنديروا ليها؟ دابا غنشرح لكم بشويه بشويه. دائما عندكم فواحد ليكسبرسيون الاعداد اللي عندنا فيهم نفس الحروف كنجمعوهم مع بعضياتهم، والاعداد اللي بوحدهم دي النومبر كيبانوا لكم نجمعوهم مع بعضياتهم اللي يرضي عليكم. ولكن ردوا البال، الا داك العدد عندنا فيه مثلا اس 2 اولا اس 3 خاصني نجمعو مع اللي عنده نفس الاس. مثلا هذا عنده اس 2 وهذا عنده غير اس 1، ميمكنش ليا نجمعو مع بعضياتو، ميمكنش ليا نجمعو ولا نطرحو مع بعضياتو. في حالات الا كان عندي الضرب ولا القسمه عندي الحق نحسبهم مع بعضياتهم، ولكن اللي عندك الجمع والطرح باش تجمع ليا اكس اس 2 مع اكس لا، خطا. حتى يكون عنده نفس الاس، هذا عنده اس 1 وهذا عنده اس 1، عندي الحق نجمعهم. داكوغ تري بيان. دونك شنو غنديرو؟ اللي فيهم اكس نجمعهم مع بعضياتهم، واللي فيهم الاعداد كنجمعهم مع بعضياتهم. دابا عندي 5x وعندي ناقص x، احنا غنكحزوهم حدا بعضياتهم. 5x ناقص x زائد 2 ناقص 7. شنو درنا؟ اللي فيهم اكس حطيتهم حدا بعضياتهم باش نحسبهم، واللي فيهم الاعداد كحزتهم حدا بعضياتهم باش نحسبهم بوحدهم. داكوغ تري بيان. دابا غتقولي ليا، غتقولوا لي دابا 5x ناقص x كي غديري لنا تتحسبيها؟ هنا الا رديتو البال x حداها واحد لو نومبر اللي هو 5، وموان x حداها واحد لو نومبر اللي ما كيبانش لكم اللي هو بالضبط 1. داكوغ. دونك الا كان حدايا الجمع ولا الطرح بين جوج ديال الاعداد حداهم x، كنحطو ديك x خطره وحده، تحطوهاش ليا بزاف د المرات، كنحطو خطره وحده، ما تزيدوها لا اس 2 لا سطحها النص الله يرضي عليكم، ردوا البال. وكديروا الارقام بعضياتهم كتجمعوهم مع بعضياتهم. عندي 5 ناقص 1 اللي هي 4. داكوغ. اعيد واكرر، عندي 5x ناقص 1x، راه واخا ما كايناش هاد واحد هنا راه تما كاينه واحد. باش نفهمكم بالضبط شنو غنديروا ملي جاتني ديك 4، راه x و x كنحطوها خطره واحده، ما كنحطوهاش بزاف د المرات، والاعداد اللي كنحسبوهم عندي هنا 5 وعندي هنايا 1، و5 ناقص 1 هي 4. تري بيان. زائد 2 ناقص 7، عندي الطرح ديال العددين. دونك 2 ناقص 7 هي اش؟ هي زائد 2 ناقص هي زائد ناقص، باش نشرح لكم عاود لي النومبر غولاتيف.
حنا غنرجعوا ثاني للنمبغولاتيف اللي عنده باقي مشكل نجمع الطرح ديال النمبغولاتيف يرجع للفيديوهات راني شرحهم مزيان. 4 اكس زائد ناقص 7 مجموع عدد لومان اشارتان مختلفتان، ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح. فينا العدد الكبير هو 7 كناخذ الاشاره ديالته ها هي وكنديروا 7 ناقص 2 اللي هي 5 داكوغ. عندي في الاخر 4 اكس ناقص 5 واش باغي نحسب في هاد ليكسبريسيون؟ لا ما عندي فين نمشي نبغي نحسب في هاد ليكسبريسيون باقي. علاش؟ لان 4 اكس خاصني نجمع مع واحد العدد اللي هو فيه اكس، حنا بقى عندنا غير لو نومبر 5 كنجمعها مع شي عدد بوحدو داكوغ. تري بيان كنتمنى تكونوا فهمتوا. دابا شنو درنا لهاد ليكسبريسيون سي؟ درنا ليها ريدويغ ريدكسيون، درنا لهاد ليكسبريسيون سي درنا ليها التبسيط. شو كي كانت كبيره في الاول حنا صغرناها حتى ما بقى فيها ما يتحسب. تري بيان نتمنى تكونوا فهمتوا. مثلا عندي هاد ليكسبريسيون دي عندي 4x x 2. دابا الا لاحظتوا عندي الضرب وبغينا نديرو كيستيون شنو هو ريدوير سيت اكسبريسيون، ما قالوش لينا ديري ليا للفاكتوريزاسيون، ما كاينش الفاكتوريزاسيون هنا، الكيستيون هو ريدوير. دائما شوفوا لا كيستيون شنو هي، قال لك ريدوير ولا سامبليفي حسب اسيدي، قال لك فاكتوريزي كتشوف لو فاكتور كومون داكور. تري بيان هنا عندنا فقط ريدوير سيت اكسبريسيون خاصني نحسب. شنو عندي؟ عندي 4 اكس مضروبه في اكس زائد 2 زائد 2. هنا عندي الضرب بين هذا وهذا، شنو غندير؟ عندي اكس و اكس وبيناتهم الضرب، هنا هداو عليا حيت بيناتهم الضرب كنشوفوا ليكسبوزون، هنا ليكسبوزون واحد وهنا ليكسبوزون واحد. دابا ما بقاش عندي مشكل ديال نشوف واش هذا فيه ليكسبوزون نفسه ولا ماشي نفسه، نقدر هنا نلقى اس 2 داكوغ. دابا نعطيكم مثال واحد اخر، هنا عندي عاود واحد كنديرو 4 في واحد اللي هي 4 واكس كنحطها خطره واحده ولكن كنشوف ليكسبوزون، هنا واحد وهنا واحد كنجمعوا لي زيكسبوزون ها هي ولات عندي جوج 4 اكس اس 2 بلس 2 داكوغ. وعيدوها وكرر، عندنا بين 4 اكس واحد العدد مثلا فيه اكس فيه واحد العدد اللي هو مجهول وعندنا بيناتهم الضرب، شنو غنديرو؟ كنضربوا الاعداد اللي حدا اكس كنحطوهم، هي 4 في 1 هي 4 و اكس في اكس هادي سيتين بويسونس داكوغ. كنحطو هاديك اكس خطره وحده وكنجمعو لي زيكسبوزون 1 زائد 1 اللي هي 2 كنزيدو هاديك جوج اللي بقات في الاخر، واش باقي غادي نحسب في هاد ليكسبريسيون هذا؟ لا. لماذا؟ لان 4 اكس 2 ما يمكنش لك تجمعها مع جوج، ما يمكنش لك نهائيا، لا واخا تكون هنا اكس عاود ما يمكنش لك تجمع اكس 2 مع جوج، كون كان بيناتهم الضرب هي عندك الحق دير الضرب، ولكن الا عندك الجمع وهنا اكس وهنا اكس 2 لا اسيدي لا، اكس 2 كنجمعها مع اكس 2. ردوا البال، الضرب اللي عندي الحق ندير هذيك القضيه هي والقسمه، بالنسبه للجمع والطرح ما عنديش الحق داكوغ. تري بيان نعطيكم مثال واحد اخر، هاد ليكسبريسيون هذا بغيت ندير ليه الغيدوير تبسيط ندير ليه الغيديكسيون. الا لاحظتوا عندي 3a او كاري فوا 4a موان 1 عندي عاود الضرب، نعم شنو غندير؟ عندي هنا ا اس 2 وهنا ا، عندي هنا 3 وهنا 4 كندير 3 في 4 ها هي 3 في 4 داكوغ، وهاد ا ها هي حطيتها ولكن مع مادام انهم بينات هاد ا وهاد ا الضرب كنشوفوا لي ديكسبوزون، عندي هنا جوج وعندي هنا واحد كنجمع لي ديكسبوزون لانها سيتين بويسونس، الا عقلتو بالبويسونس ا اكسبوزون ان فوا ا اكسبوزون ام شنو كنديرو؟ شحال كتساوي لينا؟ ا و ا كنحطها خطره وحده اكسبوزون ان بلس ام، صافي هذه هي القاعده اللي طبقت دابا هي اللي غندير دابا، ها هي كنحط ا خطره وحده و ان هي جوج و ام هي واحد كنديرو جوج زائد واحد هي ثلاثه ناقص واحد في الاخر. نكمل الحساب ديالي 3 فوا 4 اللي هي 12 ا
اوكيب موانزا. احنا كملنا الاكسبريسيون ديالنا، احنا درنا ليه الريدكسيون. صافي هادشي اللي عندنا في هاد لا فيديو، كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. باش ما نطولش عليكم الفيديو نكمل لكم الدرس في فيديو واحد اخر. يلا شكرا على مشاهده الفيديو، واللي مازال ما دار لنا اشتراك في القناه يشتركنا في القناه ودير لايك للفيديو، و بيان سور كومونتير اي تساؤل كنهز بعين الاعتبار التساؤلات ديالكم. شكرا، الى فيديو اخر ان شاء الله.